السلام عليكم. الاسم ديالي زهير، 30 سنة، من مواليد مدينة طراس. كما كتشوفوا معنا هذا الفن، هذا اللي هو رجل التمثال، هو فن الشوارع اللي كيعبر على يعني فن الشوارع بالنسبة للناس الأجانب السياح مثلا، أو الناس ديال البلاد، لأي يعني أي مواطن أي سائح يجي يتطوع باش يمشي للكورنيش كيشوف شي حاجة اللي هي جميلة، اللي هي التعبير، هي كتعبر على واحد يعني على واحد الثقافة يعني اللي هي جميلة. كيجيو الناس هنايا ملي كيشوفوا هذا الرجل التمثال اللي هو أول مرة وأول واحد هنايا بدون افتخار اللي هو أنا بديت فيه هنا، يعني البداية الأولى أنني لقيت شوية ديال يعني ديال الإزعاج وشوية ديال يعني ديال كما كيقولوا شي ديال الاهتزازات. مي الحمد لله كاينين الناس هنايا اللي هما ولاد البلاد هنا، ولاد مدينتنا، الناس ديال أكادير شجعونا ودعمونا ويوميا كيعاودوا يزيدوا يساندونا. زدنا الحمد لله تطورنا من بعد اول بدايه ديالي. الخطوه اللي كانت هي رجل التمثال ديال لان واقف يعني بوحدي يعني عادي. من بعد الثانيه درت رجل التمثال اللي هو واقف على العصا. مي كما كتشوفوا معنا هذا الزي، هذا الرجل التمثال اللي جالس على الخوا وكيعبر على واحد الروبوت. الناس بزاف من شافني انني كنزيد يعني مده تقريبا مده عام هذه باش بديت الحمد لله، وشوفني انني بدعت وكنعاود نزيد نبدع وكنعاود نغير يعني الشكل. الناس زاد دعماتنا بزاف والحمد لله. ومين لقات اقبال كبير عند الناس الداخليين، السياحه الداخليه وحتى السياح الاجانبيين، مثل يعني الناس ديال اوروبا يعني الناس الانجليز، يعني اي سائح اجنبي كيجي الحمد لله كيشوف وكيجي حاجه يعني زوينه في الكورنيش. وهذا الشيء هو اللي بينا هنايا في مدينه اكادير، خاصو يكون يعني يكون شي حاجه اللي هي اكتيفيتي، يعني شي حاجه اللي هي جميله زوينه، حيت بارك راه عينا يعني من الرزق ويجي بنادم كيشوف يوميا الريستورات يوميا القهاوي. حتى حنا نزيدو ندعمو دوك الريستورات دوك القهاوي، نعطيهم واحد يعني واحد الاكتيفيتي زوينه، يعني انيماسيون مثلا بحال هذا الشيء ديال يعني كما كنقول هذا الشيء ديال ليكروباس، الدراري مثلا اللي كيديروا هذا الشيء ديال ليكروباس يعني، وهذا الشيء رجل التمثال، وهذا الشيء الانيماسيون ديال لي كلون، باش الناس ملي كيجيبوا وليداتهم وكيخرجوا الاهل كيخرج عفوا الاهل ديالهم وداك الشيء كيشوفوا شي حاجه ترفيهيه زوينه فين يتلها وشي حاجه اللي هي محترمه، وهذا الشيء هو اللي كاين. زهير، الفكره النهار الاول منين جات؟ والفكره النهار الاول بديت انا في تركيا، اول مره بديت الفكره في تركيا. مي حتى هي لقات شويه ديال الصعوبات. جيت هنايا للمغرب لقيت تشجيع من عند الاصدقاء ديالي، قال لي علاش انت بديتيها في تركيا بدات انا في المغرب. مي كان واحد شويه ديال يعني التردد، كنقول للناس راه ماش تقبل الفكره، حيت راه عرفتي المغاربه ديالنا كيفاش دايرين، ندخلوا في الموضوع ديالك حقاره، وكاين الناس حساده وكاين الناس الله يهديهم، كاين الناس يعني الفن يعني كيف تبدا خاصو ضروري هو كما كنقولوا غادي ما يخليكش تكمل. يعني كاين انتقادات، كاين اللي كيقول لك متسول، كاين اللي كيقول لك طلاب، كاين اللي كيقول لك نصاب، كاين اللي كيقول لك سحار. يوميا كنسمع هذه الهضره هذه. وكاين بعض الناس انه كاع كتجي الدرون جيك كيجي لك من مورا كيبقى مرياح، ما كيخلي الناس الاخرين يتصوروا، ما كيخليش الناس الاخرين يشاركوا معنا يعني هذه الاكتيفيتي هذه، يعني بزاف ديال الحوايج. ولكن الحمد لله حنا مي كنا نهار الاول لقينا هاد المسائل هذه، ولكن الحمد لله تخطينا داك الشيء. لان علاش انا في راسي واحد الفكره وواحد الحاجه الحمد لله منها كنترزق منها ومنها انني كنبدع منها، والحمد لله عطات يعني عطات واحد الاقبال كبير عند الناس. انا كنشوف الناس اللي باغيني ماشي كنشوف الناس اللي ما باغينيش، فهمتيني؟ حتى الناس ما باغينيش راه شحال من بعد ما غاديش يبدا، راه ما غاديش تلقى كاع الفنانه ولا الاختيست كاع الكبار ما غاديش تلقاهم باينين في التلفازه وما تلقاهمش في المهرجانات وبزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء هو اللي كاين. عرفنا اكثر بهذا الزي ديالك، هذا منين جبتيه؟ وهذا الزي هذا هو عباره على الرجل يعني التمثال اللي جالس على الخوا، وعباره على الروبوت مثلا كتهز الرجل الاخرى كتبين راسك بلي انك كطير قاعد على الهواء، ونفس الوقت انه كتوقف. الناس بزاف كتسال كيقول لك هذا علاش جالس، واه كيقول لك كاينه حديده، ومي كاينه حديده ولكن حديده مخدومه بطريقه يعني واحد التشكيليه يعني رائعه. والتحيه لعديل اللي هو ولد خالتي، هو اللي خدم هاد يعني هاد الحديده هذه وقادها مزيان وعطاها وقت بزاف، ما احتاجناش ديال الوقت، حيت ماشي غير تجي وتخدمها، ماشي غير تجي تبدا وغادي تخدمها، لان ما كانش عندها يعني متقونه. يعني الناس كتجينا كتقول لك اودي راه شناها في اليوتيوب، راه فعلا راه كيكات كتشوفها في اليوتيوب كيعطيك المقادير ديالها كامله، ملي كتجي تصوفها راه ما كطلعش هي هذيك، يعني غير تشجيع داك الشيء في القنوات، وهذا الشيء هو اللي كاين. والحمد لله حنا مازال خدامين على حاجه اخرى، مازال الحمد لله غادي نجيبوها هنا للكورنيش وغادي ندقها دقه الحمد لله. غير
واخا كورونا واو علاش راه خاصنا الناس نسوهم شويه كورونا نسوهم شويه الامر نعيشوا في الاجواء اللي هي زوينه ما يقنطش بنادم وما بنادم ما يملش وبنادم يلقى حاجه ديما زوينه والحمد لله لقينا يقبل كثير عند الاطفال وعند الناس الكبار وعند كل شيء وهذا الشيء هو اللي كاين. الطموح ديالك في هذا الفن هذا اللي كتمارس ديال الشوارع اللي كيبغي واحد الجراه وربما كاينه حاجه اللي الناس بزاف مثلا كيتعجبوا ليها انك ما كتحركش دابا كتهضر ولكن ما كتحركش وهي واحد الجراه اللي تبدا الفن في المغرب خصوصا الفن ديال رجل التراث تكون عندك واحد الجرأه كما كنقولوا مقطع الوراق بالدارجه يعني تعطي واحد الورقه للوكيل بانك ترى مقطع الوراق اللي باش تبدا لان علاش شنو علاش قلت لك هذه الهضره هذه ان علاش كاين الناس هنا يا الله يهديهم راه كما كنقولوا الله يهديهم حنا شي كنطلبوا الهدايه من عند الله يعني ما نتقدوه ما نسبوه راه عتي راه شي كلام كيخرجوا انك تصور حتى الانسان ما كدير ليه والو حتى هي رقعت كيجيبك يتقابل معك واه متسول وطاطلب وانت ما عندك ما دير وانت سميتو سير تخدم الوزينه واش شي هضره يعني لا علاقه واش انا بتوريني تجي انت غتوريني انا الخدمه فينا هي انا راه داك اللي بيجي يوريني الخدمه راه سبقته انا الخدمه والحمد لله راه كنخدموا بالنهار وكنجيو بالعشيه كنديروا هادشي يعني كنطرفوا فيه وصافي راه ماشي عيب الفن ماشي عيب ما الحمد لله المهم الحمد لله شويه الله يجعل البركه ماشي بحال غير هو حنا بينا نعطوا واحد يعني بينا نعطوا واحد القيمه للكورنيش ديالنا بينا نعطوا واحد القيمه حيت بزاف اكادير كيستقبل السياح اجانب اللي من اوروبا ومن اسيا ومن بزاف ديال الدول وديال القارات كاين شي خاصهم يجيو للكورنيش يشوفوا شي حاجه زوينه ومن الحمد لله القضيه ديال النهار جربتها انايا لقيت الناس السياح من يعني من كما قلنا من اوروبا ومن بلايص الاخرين جاو تصوروا وعجباتهم الفكره كاين اللي ما عمره ما شاف جاك شي كاع في بلاده كاين الناس اوروبيين ما عمرهم ما شافوا شي بلاده مي كيشوفوا ولكن في التلفازه ولا في التليفون ولا في اليوتيوب مي على الواقع كيجي حتى للمغرب كيبان ليه وكيجي الناس كيستغرب كيبدا يسالك كيسحابك واش انت اجنبي كيقول لك انت من ولد بلاد انا ولد هذه المنطقه هذه وكيفتخر بك الحمد لله هادشي هو اللي كاين. بالنسبه للناس يعني قلت لي كيتفاعلوا معاك وكل شيء ولكن نتايا بالضبط كما قلت لك ما كرهناش عرفنا على الزي اللي كتلبس ومنين كتلبسو وكيفاش كتلبسو واش كتجي لابسو ولا لا الزي ديالي هنا كنخليه في واحد المكان اللي هو المرحاض اللي هو الطواليط هو فاش كنبدل كاين تماك واحد البيته يعني مول داك الطواليط الله يجازيه بخير يعني متفاعل معايا الله يعمر هضر واحد السيد ما نقولكش يعني متفاعل معنا وتفاعل حتى مع الفن كيخلينا مسكين ما كيشد عندنا والو يعني حتى بالنسبه ان نعطوه كنحطوا عندنا ديك كما كتشوفي راه الطبله واللباس والصاك كنحطوا ما كيشد عندنا لا والو يعني حتى شي حاجه والحمد لله كنجي عنده تماك في كندير الماكياج كالماكي تماك ما فاش كنلبس اللبسه ديالي كنجي كنطمجر يعني هاد كما كنقولوا الطبله هادي كنجي هنا كنبيكي كنريح يعني هنا حيت الخدمه هادي كنخدموا فيها ثلاثه السوايع هي اللي كنخدموا فيها حيت ما يمكنش تكثر فيها ساعتين ونص ثلاثه السوايع كاع الا كثرت ثلاثه السوايع حيت فيها الاراق بزاف حيت الشمس كما كتشوفي عندي دابا نقصوا دابا الساعات راه كنخدموا بالشمس يعني راه صعيب انك تقابل مع الشمس وانت خدام راه صعيب واحد الدرجه يعني راه ما كتصوش ولكن الحمد لله صابرين باش ما عطى الله اش غادي نديروا. الرساله ديالك للناس اكادير والناس اللي كيجيو يتصوروا معاك والناس اللي مدينتك اللي كيشجعوك الاخيره واشنو الطموح ديالك؟ اول حاجه بعدا تحيه لطراس جاد دوخ حيت انا هو الطراسي من مدينه طراس وتحيه للناس اللي ساندونا نهار الاول وتعاونوا معنا وتقبلوا معنا الفكره والناس كما كنقولوا اللي كي يعني اللي فيهم بزاف ديال الانتقادات وداك الشيء الله يهديهم اشي غنطلبوا لهم هي الهدايه الله يهديهم كاين انسان الله يحسن العوان ما واعيش ما قاريش كاين كبر في الظروف اللي هي ما لزمتوش انه يتقبل شي حاجه جديده الله يحسن العوان الله يعاونو الله يهديو هذا الشيء هو اللي كانوا حنا الحمد لله دائما معاهم هنا بوت نبت راه ما كاينش واخا الانتقادات واخا اللي بيكون ويطير بنادم معاهم هنايا في الكورنيش وديما الجديد وديما الخير الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناة ريمال تيفي.